اليوم بكل الفخر في هذه الوقفة التضامنية مع المناضل الأستاذ عبد الوهاب حسين، مطالبين المنظمات الدولية التدخل العاجل والحثيث للسماح بعلاجه علاجا فعالا في مكان يختاره هو ويشعر فيه بالثقة والاطمئنان، مع تزايد سوء حالة الأستاذ وخطورتها لتشمل عينيه ورجليه ويديه بالإضافة إلى التهاب الأعصاب. الأستاذ عبد الوهاب حسين أحد أشهر رموز المعارضة البحرينية، وأول من خرج في الاحتجاجات المطلبية في الحراك الجماهيري في فبراير 2011، وأول اسم أدرج على لائحة سجناء الرأي في قضية تعرف عليها الجماهير بقضية الرموز عند بدء المحاكمات العسكرية والمدنية الجائرة التي اعتبرت المظاهرات الشعبية للضغط على الحكومة عملا إرهابيا، وقد وصفه تقرير لجنة تقصي الحقائق بأحد أفراد مجموعة الموقوفين البارزة المؤلفة من 14 زعيما سياسي، موثقا التعذيب الذي تعرض له وباقي القيادات 14 في أماكن متعددة من التقرير. ففي الفقرة 1182 يرد أن فريق خبراء الطب الشرعي الذي عينته اللجنة قام بفحص 59 حالة من الموقوفين البارزين وفق خطورة الإصابة والأهمية الاجتماعية أو السياسية للشخص، ضمن شكاوى التعذيب البالغ عددها 559 حالة عندئذ، وكان من بين تلك الحالات 59 بعض الأطباء من الطاقم الطبي ومجموعة الزعماء السياسيين الأربعة عشرة، ومن بينهم كما نعلم الأستاذ عبد الوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنقيس والأستاذ عبد الهادي الخواجة وإبراهيم شريف والآخرين في مجموعة الرموز. ووفق التقرير قام بالفحوصات 4 أطباء خبراء في مجال توثيق عمليات التعذيب، وفحصوا كل شخص على حدة في مدد تتراوح ما بين ساعة إلى 3 ساعات، وطبق الأطباء بروتوكول إسطنبول الذي يعد بمثابة المعيار الدولي لتوثيق عمليات التعذيب، وأخبروا الأفراد المفحوصين بأن نتاج الفحص سوف تضاف إلى تقرير اللجنة. وتمكن الفريق من تحديد عدد 14 طريقة مختلفة استخدمت لإساءة المعاملة، حيث كان أكثرها شيوعا هو الحبس الانفرادي والضرب المبرح مع الإجبار على خلع الملابس والإجبار على الوقوف فترات طويلة واستخدام القيود مشدودة الوثاق بصورة مفرطة وعصب العينين وتقييد اليدين واستخدام الصواعق الكهربية والحرمان من النوم والتهديد بالاغتصاب والإساءة اللفظية والإساءة ذات الطابع الجنسي والتعرض لدرجات حرارة متغيرة والبصق على الوجوه وفي الطعام والتعرض للإساءات مع الكلاب. أن سوء الوضع الصحي للأستاذ عبد الوهاب حسين مسؤولية تتحمله الدولة في المقام الأول، لأنه كان مسجونا في سجونها فترة ليست بالقصيرة من حياته، فبسبب مواقفه السياسية أدخل السجن مرتين سابقتين بالإضافة إلى هذه المرة الثالثة، حيث قاربت فترة الاعتقال الأول 6 أشهر في العام 1995، أما المرة الثانية فقد بلغت الفترة 5 أعوام قضاها في السجن الانفرادي منذ العام 1996 وحتى العام 2001. وخلال تلك السنوات السابقة بالإضافة إلى الفترة الحالية ومع الإخضاع لأنواع التعذيب وسوء المعاملة، لا يكون مستبعدا تعقيد وتراكم التداعيات الصحية الخطيرة لوضع الأستاذ حسين، خصوصا مع سوء أوضاع السجون التي تفتقد المعايير الدولية التي ينادي بها المقرر الخاص بالتعذيب البروفيسور خوان منديز لمعالجة آثار التعذيب. ورغم ما ورد في تقرير التقصي من حيث أن النيابة العسكرية قدمت أدلة على تقديم العلاج الطبي للزعماء السياسيين 14 بتكلفة إجمالية قدرها 63 ألف دولار أمريكي في الفترة بين أبريل وأكتوبر كدليل ضمني على وقوع التعذيب، مع إنكار النيابة العسكرية الرسمي وقوع التعذيب، ورغم التوصية رقم 1246 للجنة
بأن تتولى جهة مستقلة ومحايدة التحقيق في كافة الادعاءات بالتعذيب والمعاملة المماثلة وفقا لمبادئ اسطنبول، حيث يجب أن يكون للتحقيق القدرة على تقديم المرتكبين للمحاكمة بصورة مباشرة وعلى كافة مستويات المسؤولية. رغم كل ذلك، رغم كل ما ذكر أعلى، لم يتم التحرك على ملف التعذيب، ولم تسقط الاعترافات تحت التعذيب، ولم تقدم الرعاية الطبية القانونية اللازمة لمعالجة آثار التعذيب للأستاذ عبد الوهاب حسين وباقي المجموعة، ولم تلغى الأحكام عليهم رغم علاقتها بالتعبير السياسي السلمي وفق التوصية 1291. إننا نكرر مناشدتنا المنظمات الدولية مجددا بالتدخل العاجل لإنقاذ الأستاذ عبد الوهاب حسين، فحياته في خطر، ويجب أن لا يستمر هذا التعذيب عبر الإهمال والترك للوهن والإعدام البطيء، وعلى الدولة توفير أفضل مستويات العلاج والالتزام بمضامين الاتفاقيات والمواقع التي وقعتها، فهذا حق للأستاذ حسين وواجب على الدولة. التحية للأستاذ عبد الوهاب حسين على صبره وصموده، والتمنيات له بالصحة والعافية والفرج العاجل، ولسائر سجناء الرأي والمعتقلين، والتحية لكافة نساء ورجال هذا الشعب المطالبين بالحرية والكرامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.